حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل. قال: وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء حديث غريب. حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى. وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الرزاق عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو الوداك اسمه جبر بن نوح. حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا سلمة بن رجاء قال:
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه، قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قالا حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة، وقال أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة. قال وفي الباب عن رافع بن خديج. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم، ويقال اسمه يسار بن برز، ويقال ابن بلز، ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده.